يشهد دكتور جمال سامي محافظ الفيوم اليوم مؤتمر المشروعات الصغيرة الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهواء مباشرة مراسلة أونلايف سالي سالم. بداية أهلا بك سالي، يعني ما هي تفاصيل المؤتمر الذي يحضره محافظ الفيوم دكتور جمال سامي؟ أهلا بك نوران، نحدثكم من محافظة الفيوم والتي تشهد اليوم فعاليات مؤتمر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي تنظمه محافظة الفيوم بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب. بهذا المؤتمر لدينا حضور لجمال سامي محافظ الفيوم وكذلك محمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وأعضاء هذه اللجنة، كذلك رئيس اتحاد الصناعات والأمين العام للصندوق الاجتماعي على مستوى الجمهورية، ولدينا حضور أيضا لرؤساء مجالس الإدارة لبنوك مصر والأهلي وكذلك بنك القاهرة وكذلك أعضاء اللجنة الخاصة بمشروع لجنة مجلس النواب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. بعد هذا المؤتمر الذي بدأ منذ قليل سيكون هناك حوار مع الشباب في قصر ثقافة محافظة الفيوم، ولدينا أيضا وضع حجر أساس مشروعات المتناهية الصغر بمنطقتي قصر الباسل ودمو بهذه المحافظة، وسنتابعكم بتفاصيل هذا المؤتمر فور الانتهاء منه. بالطبع، شكرا لك سالي سالم مراسلة أون لايف من الفيوم، كنت معي.